تعود طباع وممارسات الأطفال إلى عدة عوامل، منها وراثية ومنها حسب التربية، وأيضا تعود إلى شخصية الطفل. لكن بعض الأطفال بيرفضوا رفض قاطع أسلوب الوالدين بالتربية، أما الأباء فبيفكروا بتربية أبنائهم بشكل مميز على الرغم من كل التحديات اللي بيواجهوها. طبعا الأباء يتساءلون هل ينتهجون مبادئ التربية الحديثة التي كثر الحديث عنها، وهم حائرون أيضا هل يتبعوا قيمهم ومبادئهم وعاداتهم لأبنائهم الذين يعيشون في زمن غير زمنهم. طبعا الإجابة عن التساؤلات اللي طرحناها رح تكون مع مستشارة الأسرية والتربوية ليلى أبو ترابي. صباح الخير. صباح الخير، نورتينا، مرحبا. شكرا، ولكل مشاهدين دبي تي في. أهلا وسهلا فيك. طبعا اختلف في الزمن، ودايما في تحديات بتكون مناسبة للزمن يلي الأباء عم بيربوا فيه أولادهم، ولكن هل لازم إنه تتغير أساليب التربية تبعا للزمن والتحديات يلي نحن عم نعيشه كأهل؟ طبعا الزمن اللي نحن عايشين فيه هلأ بيختلف كتير عن الزمن اللي نحن عشنا فيه قبل. هذا الزمن التكنولوجيا فيه طاغية كتير. نحن أنا بتذكر وقتها كنت صغيرة، وقتها نقول لعب يعني مثل نلعب برا أو في نلعب باللعب التقليدية. هلأ صار في ألعاب إلكترونية وعالم افتراضي، وما فينا نشيلهم أو نلغيهم ونقول لأ أنا ما بدي إياهم بحياة أطفالي. للأسف للأسف. فلازم لأ نتقبلهم، بس نعرف كيف نوازن وكيف نقدمهم لأطفالنا بطريقة صحية ومنيحة ومفيدة لهم. نعم. من وجهة نظرك تتوقع أن لازم نحن نتبع الحين أسلوب التربية الحديثة في تربية الأبناء في هذا الزمن؟ هلأ التربية الحديثة ما أنها موضة مثل ما الكل عم بيفكروا، هي أسلوب أساسه أنه بيتبع على التواصل القوي، تبني علاقة التواصل قوي بين الأطفال، بدل ما أنه نتبع العقاب والتهديد كطريقة للسيطرة. بس المميز بالموضوع أنه التربية الحديثة منا بديل لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، بل هي بتجي كمكمل لقيمنا وما بتلغيهم أبداً. مكمل لعاداتنا وتقاليدنا أيضاً. مظبوط. طيب لما بنحكي عن العادات والتقاليد والقيم، للأسف غالبية المدارس بالتربية والدراسات يلي تجرى حول مفاهيم التربية تأتينا من الغرب. نحن ممكن ناخدها نتلقفها ونطوعها حتى تناسب ثقافتنا تقاليدنا وقيمنا، ولكن بيبقى السؤال هل هناك من طريقة تسمى مثالية بتربية الأطفال؟ يعني هل في طريقة مثالية أنا اعتمدت هالمدرسة بتربية أطفالي وأنا متأكدة أنه أطفالي رح يطلعوا متربيين تربية روعة؟ هلأ أنا بدعي كل الأهل ما يفكروا أنه أنا بدي ربي أطفالي تربية مثالية وما يسعوا للكامل. لازم نعمله أنه نحن نكون أفضل نسخة من أنفسنا ونعطيها لأطفالنا. هيدا أزبط شيء نعمله. نعم. ما في طريقة مثالية علمياً هي تتبعيها مع الأطفال، لأنه كل طفل عنده احتياجات فردية وكل عائلة عندها ديناميكية خاصة فيها. وأنا عندي 3 أطفال، وقت يصير موقف الله معين الله يسلمك بتعامل معهم بطريقة مختلفة، فكل طفل بده طريقة معينة حسب شخصيته تتعامل فيها معه. نعم. بالنسبة لو نتكلم عن العادات والتقاليد، يعني نحن ضروري طبعا نربي أبناءنا على عاداتنا وتقاليدنا وعلى ما تربينا عليه، لكن في زمن التكنولوجيا هذا مثل ما قلتي وتقدرين تقولين التنوع الكبير اللي هم يشوفونه، فكيف نقدر نوصل لهم عاداتنا وتقاليدنا ونفهمهم إياها بطريقة سلسة يتقبلونها في هذا الزمن؟ لا، العادات والتقاليد ما فينا ننقلهم إياها من خلال الأوامر أو منحكيهم بس الحكي، لازم تكون من خلال الممارسة. الأولاد دايماً بيكتسبوا منا الأشياء اللي بيشوفوها أكثر من اللي بيسمعوها، فوقت يشوفونا مثل قدامهم عم نطبقها قدامهم هنا رح يكتسبوها. وأهم شيء مثلاً نشرح لهم قيمة كل قيمة أو كل عادة منا إياها يكتسبوها، لأنه وقت هيدا الشيء بيعزز الرابط العاطفي لهم، بيصيروا يفهموه أكثر. إذا ما فهموا قيمتها ما رح يقدروا يتبنوها ويتبعوها بحياتهم. طيب دكتور، في مثل أزمة عند بعض العائلات، خاصة العائلات يلي بتتحدث أكثر من لغة. نحن عرب، لغتنا العربية فخورين فيها، ولكن بحكم العديد من العوامل ممكن ما نتعامل أو ما نستخدم اللغة العربية كلغة أولى في المنزل. إلى أي مدى هالأمر
من أسس التربية السليمة نستخدم لغة واحدة أو تعدد لغات، وكيف بينعكس على شخصية أبنائنا؟ هلأ تعدد اللغات هي فرصة كتير منيحة للولاد لتعزيز قدراتهم المعرفية والتواصلية، بس أهم شيء أنه لازم ما ننسى أنه نخلي اللغة الأم هي الأساس بطريقة تواصلنا فيهم، لأنه هذا الشيء بيعزز رابط الهوية، رابط بالهوية والثقافة العربية طبعاً. وهلأ نحن بدبي كلنا عارفين عم نعيش زمن عالمي كتير كبير، وأطفالنا عم يفقدوا عن جد كتير اللغة العربية، لهيك كتير مهم وعن جد وزارة التربية تضل تطور البرامج الأكاديمية العربية عندها لتضل بتطور مع اللي نحن هلأ عم نعيشه مع الأطفال، زمن الأطفال اللي هن عم بيعيشوه هلأ. نعم، هيدي رسالة مباشرة حتى للأهل، للأهل أنه عن جد نحاول. نحن كلنا أو أنا شخصيا، ما في عمم مع سارة، أنا شخصيا مذنبة بهيدا الموضوع، لأنه مذنبين نتكلم لا شعوريا باللغة الإنجليزية حتى نشعر أنه أطفالنا مندمجين بشكل جيد بالمجتمع، ولكن بنكتشف، وأنا اكتشفت شخصيا بشكل متأخر، أنه خسرت قوة اللغة العربية مع بنتي. لا بعد في وقت إن شاء الله، إن شاء الله نرد مرة ثانية ونحاول معهم باللغة العربية، لأن فعلا اللغة العربية يعني مش سهل أنهم يتعلمونها بعدين. صح، لو بدينا معهم باللغة العربية وفي المدرسة أوردي راح يتعلمون اللغة الإنجليزية فإتس فاين، ففعلا لازم نشد حيلنا شوية أكثر عربي أكثر. نعم، وهون بدبي مثل ما بتعرفوا عنا تعدد ثقافات كتير، ففي كتير من الأهل كمان بيفكروا طب أنا بيكون البي من ثقافة والأم من ثقافة، صحيح، كيف بدي أقدر أعلمهم اللغتين لأولادي؟ هلأ في طريقة كتير فعالة، إنه هي كل الأب بيتبع دايماً بيحكي مع الولد بلغة، والأم دايماً بتحكي بلغة واحدة وما يغيروا هذا الشيء أبداً. يعني أنا مش مرة بحكي عربي ومرة إنجليش ومرة فرنش، لا بتبع لغة واحدة، هو بيصير براسه بيفهم ماما بس بتفهم هذه اللغة، بابا بس بيفهم هذه اللغة، فهو هيك بيكتسب اللغتين مع بعضه. نعم نعم. طبعا ليلى بوطرابي مستشارة أسرية وتربوية، شكرا لك، استمتعنا بهذا الحديث معك. نعم، على أمل نكون وجهنا رسالة للأباء خاصة والأمهات أن لغتنا العربية هي سلاحنا ولازم نتمسك فيها ونتحدثها بشكل أكبر مع أطفالنا.